بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أحكي عن كيف أنا ممكن أحط العلامة بشكل جماعي وليس بشكل فردي لشعبي في ديسكشن فورم. فخلينا نمثل على أحد الشعب. عندي شعبة معايير ندخل عليها. طبعا هنا بروح على الجريدز هيها، فبتظهر لي هذه الصفحة. خلينا نذكرها شوي بهذا الشكل. طبعا بدي اتاكد انه تكون هنا فيو وهنا سنجل فيو، حتى اني انا فقط يعني اشوف الديسكشن فورم فقط. انا بشوف هون يعني فيش عندي اشي مبين لسه، فبختار انا اللي بدي اياه اللي هو ديسكشن فورم. هيو الان راح يظهر لي فقط الديسكشن فورم حتى اني احط العلامة بشكل جماعي لكل الطلاب مش بشكل فردي. طبعا هنا اذا حطينا نان خلاص بقدرش انا ادخل هنا على الجريد بحط علامة او احط فيدباك، اقول له مثلا فيري جود جيد الى اخره. فلازم افعل هذه اول، فبتعلم كل الطلاب مره واحده وبصير احط هون العلامه. على سبيل المثال هنا بدي احط واحد او ثلاث، وانا مثلا ثلاثه او اثنين شو ما كان. طبعا هذه علامات افتراضيه مش حقيقيه. الان نفرض انه انا بديش احط علامه لكل الطلاب، فانا بقول هنا نان فبتروح التعليم. مثلا بدي احط علامه للطالب الاول بعلم، او بدي اعدلها على سبيل المثال، فممكن احط هنا واحد او اثنين او ثلاث وخلص بعدها بكي من الصح. الان حتى ان اكون بعمليه الحفظ مثلا التعديل، وانا باجي بعدل مثلا بحط ثلاث على سبيل المثال. الآن إذا بدي أحفظ التعديلات هذه لابد أن يكون إيش معلمي، حتى أفهم البرنامج أنه هذه العلامات المعلمة يحفظ لي إياها. طبعا ممكن أنا أعمل أول يعني كل العلامات أعلمها بحيث أضمن أنه كل شيء يعني ينحفظ. فممكن هنا أحط على سبيل المثال مثلا ثلاث، وأنا أحط مثلا اثنين وخلص. أهم شيء يكون هنا إيش معلمات. بعمل بعد سيف، فهنا بقول لي grades were set for four items، يعني انت حطيت علامات لاربع اشخاص. طبعا فعلا انا يعني اللي غيرت علاماتي هو في الاربع اشخاص. طبعا علامات افتراضيه مش حقيقيه فقط لاغراض الفيديو. بعمل continue هنا خلص هيك بهذا الشكل تم وضع العلامات هي مثل ما احنا شايفين. الان بديش اعدل على هذه الامور بكيم الصح. هذا بقدر اكيمه بشكل مانيوالي او بقدر من هنا يعني مره واحده اول خلاص. انا بقدرش اعدل الان. اذا بدي اعدل كمان مره بعلمهم كلهم، او بعلم الحساب اللي بدي اعدل عليه. هون مثلا بدي اعدل بدل اثنين بدي اخليها ثلاث مثلا وخلاص. بديش انا اعمل شيء ثاني، بقدر اعمل سيف فبحفظ لي هذا وقت فقط، او بقدر انا اعلمهم كلهم يعني على اساس انه ممكن يكون في علامات متفرقه بلاش انسى شيء، لانه اذا مش معلم مش راح يحفظه. بعمل سيف اكيد بكل يعني وان ايتم where set for I one item. بقول كل بقول له continue خلاص. هيك بتم يعني عملية الحفظ في discussion forum. مثل ما ملاحظين العلامات كلها حفظت بشرط انه يكون هنا ايش معلم ومثبت. طبعا هذا مثل ما حكينا انه كيف انا بدي احط العلامة بشكل جماعي مرة واحدة للطلاب مش بشكل فردي. طبعا اذا الشخص بده يحط العلامات بشكل فردي مش بشكل جماعي، يعني يقرا الديسكشن اللي حاطه الطالب ويحط له مباشره علامته بشكل فردي، وبعدين ينتقل للطالب اللي بعده يحط له علامته، بيقدر بالشكل التالي. خلينا نشوف. طبعا انا بدي اطلع من ال يعني بدي بلش من البدايه، واجب وانا ادخل على المادة كمان مرة. طبعا بتدروا على الديسكشن، هاي الديسكشن بدي ادخل عليه الان بكبس عليه. فهيك انا دخلت على الديسكشن على الموضوع. طبعا بنلاحظ هنا هذا سؤال الديسكشن، وتحت راح يكون ايش اجابات الطلبة. فنفرض انا جيت على هذا الطالب قريت اجابته بحط بدي احط له علامة. باجي هنا بختار له علامة. طبعا هي العلامة من صفر لثلاث، ممكن احط له مثلا اثنين على سبيل المثال. فهي بدنا نحط العلامه بيكون جاهز. الان اذا انا رحت على الجريدز لما شفت قبل شوي راح الاقي العلامه صارت ايش اثنين تعدلت يعني. ممكن اجي على الطالب الثاني اقرا له احط له مثلا واحد على سبيل المثال.
وهكذا. يعني هنا بكون وضع العلامات بشكل فردي بعد ما انه المحاضر يقرأ، او ممكن انا يعني اجمعهم العلامات وبعدين احطهم في شيت وحده، وبعدين اروح هناك احطهم مرة واحد بشكل ايش جماعي. هيك يعني بيتم وضع العلامات في ديسكشن فورم بشكل جماعي مثل ما حكينا، او بشكل فردي مثل ما مبين امامنا. ارجو ان يكون الفيديو واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.